كنت عم شوف بعيني انه اللحظات اللي عشتها بحلب، يعني انه كانت تفاصيل مشابهة، انه شوف حالي انا المجروح وبلع اللحظة اللي وصلنا على باستيل كانت بلشت الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة. ضليتني عم باخذ صور، فبلحظة ما الشرطة رقدوا صف واحد على المتظاهرين، بتفاجأ انه انا اللي باخذ عصاية البوليس. ما كتير بوعى على هاي اللحظة لانه انا فورا وقعت على الارض، وكاميرتي كنت خايف عليها انه تروح او تضيع، لانه حاولت ارقد بعدها وبعدها كل الناس صاروا يرقدوا فوقي، انا صرت في الارض يعني صرت اختلال توازن. بشوف طلع على كاميرتي مليانة دم، طلع على ثيابي مليانين دم. فاليوم حتى كنت بالمشفى وتلقيت النتائج الأولى عن الصور، وبتفاجأ انه الأنف مكسور. أكيد ما في مقارنة بين سوريا وبين فرنسا، أكيد من نفس العنف، وما في مقارنة بين الحكومة السورية وأي دولة تانية بالعالم، بس نعيش لحظات تذكرني بلحظات قضيتها كنت عم بعيشها بالحرب أو بلحظات مشابهة، وكان هذا الشيء اللي لامسني أكثر. ما كانت هي عن جد العنف الجسدي، كانت أكثر داخلي. صرت إنه أطرح السؤال إنه شو الإشي اللي بجرح إنك تاخذ صور، يعني أكيد ما حدا بيعرف هو قيمة الصورة ليش عم نصور، حيكون مع قانون بمنع الصور، لازم الحقيقة تتصور، هاي مهمة لكل شخص، بس لألي شخصيا، لكل مصور، لكل حدا فرنسي.